لمزيد من التفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا الخبير العسكري والسياسي العقيد حاتم الراوي. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. كيف تقيمون التعزيزات العسكرية التركية الأخيرة بمورك في ريف حماة؟ أختي الكريمة، نلاحظ من التحركات التركية ومن الزخم التركي في معركة إدلب أنها تعدت تركيا، يعني تجاوزت حدود موقف الدولة الضامنة إلى الدولة التي وضعت نفسها في مواجهة إيران والنظام وروسيا. هذا بدأ واضحا تماما. وهنا أريد أن أقول عن شيء، يعني لولا أن تركيا قد ضمنت الجانب الأمريكي والأوروبي لما كانت قد دخلت بهذه القوة ووقفت هذا الموقف القوي، لأنه معروف عن السياسة التركية أنها تعمل بهدوء ولا تورط نفسها. في هذا السياق كان وزير الدفاع التركي هالوسيا كار صرح اليوم وقال إن أي عملية عسكرية في إدلب ستقود المنطقة إلى كارثة. إلى أي مدى تظن أن إدلب تتجه اليوم نحو السيناريو الأسوأ، وما قدرة تركيا على الخوض في المعركة لاسيما بوجود حليف أنقرة موسكو؟ لا طريق للسيناريو الأسوأ إلى إدلب، لا من قريب ولا من بعيد أختي. لا روسيا ولا تركيا قادرة اليوم أو هما أحدهما أو كلاهما بوضع يسمح له بالصدام مع الآخر، أو ليس صدام، حتى القطيعة بين روسيا وتركيا في مثل هذا الظرف هي غير مسموحة. لذلك لن تصل المواجهة في إدلب إلى حد الاقتتال أو المعركة أو الصدام بين هذين البلدين. هنا أحب أن أقول عن موضوع جاء في تقريركم قبل قليل، تأكيدات الأمريكية على عدم استخدام النظام أو تحذير النظام من استخدام الكيماوي. السؤال الآن، لماذا تركز أمريكا منذ بداية الأزمة في إدلب على هذه النقطة بالذات؟ يعني كثير من الناس يقولون أنه تركت كل شيء وسمحت للنظام باستعمال القتل بطريقة أخرى إلى آخره. لا، الحقيقة أن أمريكا تعلم علم اليقين أنه لن تستطيع أن تستجر روسيا إلى صدام مع أمريكا. لذلك هي تضع بحسبانها أن النظام إذا أراد أن يخلط الأوراق ويقلب الطاولة ويخوض الحرب على إدلب منفردا لن يستطيع أن يقدم، يعني يتقدم متر واحد ما لم يستخدم السلاح الكيماوي. لذلك هنا يعني يأتي تأكيدات أمريكا أن يا نظام إن استطعت أن تدخل الحرب منفردة فادخل. والنظام يعلم ونحن كلنا نعلم أن النظام مجرد احتكاكه مع الثوار والجيش التركي، طبعا يعني عندما نلاحظ على الأرض وجود 12 نقطة مراقبة لتركيا و12 نقطة مراقبة، يعني 12 قطعة عسكرية تركية بكامل تجهيزاتها. وال12 تعني 24، لأن لكل قطعة لكل مركز مراقبة له مركز تبادلي. إذا النظام لا يستطيع الاحتكاك مع الثوار إلا عبر النقاط التركية. سيادة العقيد، بالحديث عن باعتباركم تتحدثون عن هذه التحركات العسكرية على الأرض، الساعات الأخيرة ويعني تقريبا أكثر من 55 ساعة غاب فيها تحركات الطيران الحربي التابع للنظام وكذلك الطيران الروسي. انطلاقا من هذا، ما مدى إمكانية عدول موسكو عن توجهها في المشاركة في معركة إدلب؟ موسكو قولا واحدا لن تشارك في المعركة. قولاً يعني كيف تصفون هذا الهدوء في الساعات الأخيرة؟ الهدوء في الساعات الأخيرة يعني هو عبارة عن أن النظام بدأ يقطع الأمل من الهمروجة التي افتعلها لتخويف الثوار وتخويف المدنيين في إدلب، ووجد أن الناس قد وعت تماما أن لا هجوم ولا حرب في إدلب. ننتقل إلى أوروبا والتي تتخوف من موجة نزوح كارثية جديدة، هل ستقف هذه المرة إلى جانب تركيا؟
وقفت، وحتى العلاقة الجافة أو التي كادت تصل أو وصلت إلى العداء بين ألمانيا وتركيا، نجد أنها مؤخرا تحولت إلى تناغم، وأن ألمانيا بدأت يعني تضم صوتها بقوة إلى صوت تركيا. لذلك أنا أقول أن تركيا استطاعت بسياستها الباردة أو الهادئة استقطاب الجانب الأوروبي والأمريكي، ومن هنا اكتسبت قوة أكثر من قوتها بالضغط باتجاه لا أقول صد أي هجوم، وإنما منع أي هجوم أن يحصل. ماذا عن موقف المعارضة في إدلب؟ يتحدث الكثيرون عن أنها هذه المعارضة في مرحلة الصدمة ولديها تخوفات في عدم الوقوع في نفس أخطاء الغوطة، درعا وحمص، التي انتهت بشكل سواء تهجير أو استسلام كما يقول البعض. هذا الموضوع هنا أختي قد انتهى، يعني موضوع الناس الذين كان يعتمد عليهم النظام في صفوف المعارضة والذين كانوا يسهلون له مثل هذه الاتفاقات، وضعت يدها تركيا بقوة على هذا الموضوع، وأصبح القول الفصل قولا تركيا بكل تأكيد، بالتنسيق مع الثوار وليس المعارضة، بالتنسيق مع الثوار مباشرة. إذا كان هناك تخوف على الأرض، لا يأتي التخوف إلا من موضوع فك وحل موضوع جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام. الخبير العسكري والسياسي العقيد حاتم الراوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.